صبا 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 صعب قوي. صبا امتى استخدمه؟ لما اكون زعلان على فراق رمضان. الله يسلمك. يا عين وجودي بالدموع يودعي شهر الصيام تشوقا هو حنانا. انا زعلان ان رمضان ماشي، انما استقبل رمضان بالحزن ولا صح؟ فهنا ده تعلم اختيار المقام ما يناسب الكلام. طيب هو الشيخ اللي كان يعلمك، معلش اقاطعك اخوي الشيخ، كان يعلمك بيت بيت ولا القصيده كامله يعطيك اياها؟ يعني انا طالبك الحين وكيف ادرس معك؟ انا ابغى ادرس الحين بيات عندك. كيف تتعلم الطالب؟ انا الطالب اعلمه اولا اخليه يقرا القصيده قراءه شعريه الاول قبل ان يقراها قراءه نغميه، يكون حاذر للحروف اضبط عنده الحروف القواعد. نعم. والكسر الجر يجر والنصب ينصب والرفع يرفع كده. هنا ضبطنا الامور اللغويه، نبدا بقى نظبطها، نقول طب ممكن ناخد لها مقام ايه؟ الكلام ده بيتكلم عن ايه؟ الكلام ده مثلا هل هو كلام فرح ولا كلام حزن ولا ايه بالظبط؟ نختار له ايه؟ فنبدا نقول طب احنا النهارده ممكن نبدا القصيده مطلعها نبداها حجاز ونخش من جواها على النهاوند ممكن، ونعمل رسم خريطه. صحيح. وممكن هو الطالب كمان ربنا فاتح عليه فيرسم حاجه انا ما كنتش مربطها في خيالي فتعجبني، فابدا اقول له شطرت، يعني اقول له بيت بيت. طيب ده يمشي كذا كذا. يعني مثلا لو قلنا نقول مثلا أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي والطير في دوحه أشجاه تغريدي. هو يرد عليه، هو يقول يرد عليا أنشدت في مدحك هكذا بالضبط. أيوة. ويبدأ هو بعد كده لما ياخد الخيال اللي في دماغي ربنا هيفتح لي بخيالات تانية، لانه هيتعلم، لان برضو انا الطالب المفترض مش هيبقى معانا وبس، هيشوف لازم يسمع ده. انا كمان انا الطالب عندي بخليه بقول له انا عايز منك المره الجايه بحث عن فلان. الله، عن منشد فلان. منشد فلان. فلان تجيبه لي. وبعدين احنا كنا زمان يا فاضل، يعني مش زمان قوي بس، يعني انا مش كبير في السن قوي، ولكن في الوقت اللي انا كنت فيه كان بجد الشريط غالي قوي. انت كنت عشان تجيب شريط مش غالي ثمنا، سيبك عارف انك صعب انك توصل له اصلا. الحين الانترنت خلى كل شيء منفتح على بعضه، فلما اقول لك خش اعمل بحث النهارده، لو حبيت اكتب فاضل معتز بيته فين في السعوديه واحطه على جوجل هيجيبوا لي بيته فين. يجيبوني يا شباب خلاص، هيجيبوا لي بيت فين. فالبحث اصبح ميسور، بس انا عايزه يتعلم يبحث، لان البحث هيعلمه شغلات، هيدخله في سكك كده. كمان اروح اقول له ايه؟ اقول له طيب عندنا الاغاني اللي موجوده في البياتي او المنشودات المشهوره الموجوده في البياتي، احنا بنتكلم عن اغاني مثلا. لو قلنا مثلا الاغاني الموجوده في البياتي، نقول مثلا اما براول النجاه، اما براول حب ايه، اقول لك ايه عن الشو، مثلا مغني يا خليل لازم اوريه انه يسمع، لان برضو السمع للغنى فيه في في كلام، يعني عنده فايده. يعني انت تعرف ان الشاعر عبد الفتاح مصطفى الله يرحمه مع رياض الصنباطي مع ام كلثوم كانوا بيعملوا توليفات، او رياض الصنباطي مع فتاح في حاجات تانية كتير. يعني مثلا في اغنيه جميله قوي لصالح عبد الحي، انت تعرف ان الاغنيه دي الناس ممكن تفكرها اغنيه، لكن هي كلام كله عن ربنا. ليه؟ اللي هي حبيبي هو علي الامر الناهي. لا والله لا، الشباب يدوروا عليها وانت دور عليها. هتدور عليها. بتقول حبيبي هو علي الامر الناهي، ما مش بايد البعاد والقرب والله اللي حكم هو واللي
القمر هو اللي حكم وأمر وقدر. هو جواها بقى كلام لما تيجي تشوفه هتلاقيه كله عن ربنا سبحانه وتعالى. بس في مش الغناء الرقيق الركيك اللي اصبح دلوقتي بجد اسفاف ما بعدش فيه غناء. يعني الكلام نفسه لما تدور على كلام اللي هم بيقولوه كلام مش مركب على بعضه تماما. صحيح هذا على هذه والتاني. ولذلك بقول للمنشدين كلهم يا منشدين يا اللي انت عاوز تدور انك تبقى منشد ناجح يا تدور في كتب التراث وهي مليانه قد كده كتير. يا اما تشوف لك شاعر نظيف نظيف يعني نظيف روحه نظيفه روحه قلبيه روحه قلبه نظيف نظاف يكتبوا لك كلام كويس جدا موجود والله ولا زال الشعراء فيه في شعر في شعر انتقل بقى لنقطه تانية. تفضل. اوعاك تفكر ان الانشاد بس صوت. صحيح. لو الانشاد صوت يبقى انا ممكن اجيب مغني اقول له على الانشاد. طهارة قلب بقى دي. الانشاد لو انعزمت منه الروح ايه ما بقاش في انشاد. صحيح. يعني انا ساعات بتنتابني حالات من البكاء وانا مش وانا بنشد. هتلام هذه موجودة في الإنسان. يا شيخ روح فيه أصلا قاعد تخاطب ربنا بالضبط ربنا والنبي وتخاطب الأول يعني أنا قاعد بكلم بقول له إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. الله خير شعرك يوقف مش ممكن في قلبك يعني بينبض وبعدين كمان لما ربنا يفتح عليك وحالة الجمهور كمان تبقى قدامك إيه طبعا إيه وجد انا وانا في فرنسا اذكر مره كنت اقول الشعر اللي انا قلته في اول اللقاء اللي هو ان كنت تاخده في الذنوب جديده. هم طبعا اغلب اللي قاعدين فرنسويين ما همش عارفين ترجمه الموضوع ايه. التفاعل خلاني انا بقيت انا طاير وانا بقول الكلام وهم كمان طلعوا عشان يسالوا المترجمين عن ترجمه هذا الكلام. الله. من كتر ما انت كمنشد قدرت توصله هذا شيء عظيم للناس غير لغتك. ايوه ايه بقى ايه اللي وصله الناس بقى غير لغتك انك انت وصلت روحك. فاذا عزمت الروح انعدم الانشاد. بالضبط وهذا دائما نقول لهم يعني لازم تعيش الحاله. جميله جميله. اذا عزمت الروح انعدم الانشاد. طيب شيخ تعلم المقامات لان كثير هالايام صايره موجه عندنا في الخليج انهم يتعلمون المقامات الموسيقيه. وفي ناس يعني قاعده تسوي دورات وتسوي حلقات. صحيح. وتسوي هل هذه مفيده للمنشد؟ لا شك انه مهم انه يتعلم المقامات. لا شك مهم انه يتعلم المقامات. ليه؟ اذا تعلم المقامات هيكون عنده ثراء كبير قوي في الانغام واللي هيقدر من خلالها يوظف للكلام زي ما احنا قلنا في الاول. صحيح. يعني الحاله رايه الكلام اصلا النهارده ممكن انشد انشوده اولها يعني النهارده ممكن اقولها صبا لكن ممكن المره الجايه اقولها بياتي. بالضبط. طيب وتصير امتى اقولها كده وامتى لما يكون عندي ثراء علمي للعلم النغم عندي واخد حضرتك. فدراسه المقامات مهمه 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 ومش حرام. يعني أنا راجل أزهري في أصول الدين أزهري ومسؤول عما أقول. اللي بيقول حرام ده على فكرة هو أول واحد بيقرأ من مقاماتها وهذا المشكلة. يعني ويسمع لها كثير. اللي بيقول حرام ده طب ما أنت بتستخدم مقامات يعني في الأذان في القرآن. يعني ال- 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 الموجة الوهابية اللي ظهرت والموجة السلفية اللي هي عمرها ما كانت من الدين ابدا. الدين دين معتدل دين وسط. صحيح. ربنا قال وكذلك جعلناكم امه وسطا. هذه الموجه اللي كل صوتها طالع من الانف مع ان هي ما تسمعها. يعني كله حتى القران والله مع الاسف طالع من الانف. صحيح. ولذلك ولا فيش طعم ما فيش طعم. ولذلك بقى انا هنا خليني اقول حته تحيزيه شويه لمصر يعني. هم يعني قديما قالوا ان القران نزل بمكة والمدينة وطبع باسطنبول وقرئ في مصر. قريته في مصر لأن عندنا الدقة على تعلم الحروف وتعلم مخرج الحرف. ولذلك تلاقي الشيخ الحزيفي نفسه درس في مصر. تخرج على إيد الشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه
واسمع قراءة الحذيفي. لا رائع حاجة رائع. أنا صليت خلفه. الراجل بيقول سيكة محترمة. الراجل يعني بجد. في كمان إمام جه جديد في الحرم النبوي اسمه ألطوليب أذكر ولا ما أعرفش اسمه إيه. لقيته في صلاة الفجر بيلف في المقامات لف. الله. ولو هم عرفوا انه بيتعلم مهامات كان زمانهم ذبحوه. لا غريب يعني. انا امس قاعد اتكلم ويا صديقي. انا طبعا ازور مصر كثير يعني يمكن فوق ال 15 سنه وانا سنويا مرتين ثلاثه ازور مصر. مصر حبيبتي. اللي استغربته يعني هالمسجد هنا جنبنا والله مش قادر اسمع الاذان. اقول صعب في هذا قاعد. ما هي دي المشكله اللي بنعاني منها حاليا في مصر. الله اكبر الله اكبر. في حين ان انا لما زرت تركيا تسمع انا كان في راجل عمره فوق ال 90 سنه وفي زاويه صغير مسجد صغير في تركيا. كنا في صلاه الجمعه عايز اروح ابوس ايده اقول له عشان خاطري ما تخلصش الاذان. الاذان لسه مش هيخلص قدامه ساعه على ما يخلص. راجل بقه ما فيهوش سنان يعني ما عندوش يعني راجل كبير في السن ومع ذلك حلاوه. ولذلك هي لها اصل ديني على فكره. الموضوع ده ليه اصل ديني. ايه هو اصل الاذان اصلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا له إن إحنا عايزين يعني نعلم الناس عن دخول وقت الصلاة. طب نجيب جرس زي النصارى ولا نجيب ناقوس زي المجوس ولا نعمل إيه؟ ولا نجيب نار زي ناقوس زي اليهود ولا نار زي المجوس؟ فبعدها جه سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن زيد شافوا رؤية الأذان. قالوا له إحنا شفنا الأذان بيتحفظ لنا كذا 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 كذا. ما قالش لعمر ولا قال لعبد الله بن زيد روح انت ادن. انما قال علموها بلال فانه اندى صوتا. صحيح. عندنا حكايه مشهوره قوي في مصر. يقول لك كان في خواجه غير مسلم يعني جه يزور مصر فراكب كان عندنا الكاريتا اللي هي عربيه محمره او محصان حنطور كده. فهو ماشي بالكاريتا سمع صوت مؤذن جميل قوي فسأل يعني ايه الموضوع ده. قال له ده الاسلام وده الجامع فالراجل دخل في الاسلام. بعديها بسنه جه يزور مصر برضه فسمع صوت من المنفرين بتوعنا بتوع الاذان فبقى الراجل السواق الحنطور بقى يضرب الحمار يقول له حاضر احسن يكفر. امشي يعني. امشي احسن يكفر. صدقنا ان احنا دخلنا الاسلام. والله اللي صاير الحين يا شيخ يكفر والله يكفر. والله يعني لكن لكن لسه موجود اصوات اصوات كثير. اي موجود لسه وخاصه انا شفت بعد اصوات جدا رائعه. المغرب العربي في المغرب العربي في عندهم طريقه في الاذان هناك وتناول المقامات مختلفه. انا هنا في سوريا مثلا سوريا لقيت فيها ما في مسجد رحته الا الاذان في سوريا. قبل الاذان عندهم كده خمس دقائق عندهم ترشيح بسيطه كده الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. حاجه جميله. في تركيا كل اذان بمقام. ايه ده شيء رسمي ثابت. كل اذان بمقام. الفجر بيأذنوه صبا. العشاء اظن بيأذنوها سيكا. فحاجه كده يعني اختيار كتير جميل وحلو. نسمع حاجه قبل ما ناخذ استراحه كده خفيفه خليك تريح شويه. سمعنا اللي تبغاه. يا أصوغ لك المديحة على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحا على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى
سعد بالوصال فتى جريحا وداوي بالوصال وداوي بالوصال فتى معنا يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى.